يلا. السلام عليكم. الدكتور آيه، تمام. احنا هو مشروع العياده الثابته في الاردن محافظه المفرق، تمام. مشروع عمل له اساس انه نقدم الرعايه الصحيه الاوليه للمستفيدين اخواننا من سوريا، والمستفيدين برضه اللي بيستحقوا الرعايه الصحيه الاوليه اصحاب الحقوق في الاردن، تمام. افتتحنا عياده تقريبا صار لها شهر في 1/1/2023. لليوم الحمد لله صرنا تقريبا وصلنا لاكبر عدد تقريبا 450 مستفيد ساعدنا، تمام. قدمنا لهم الرعايه الصحيه الاوليه، الاستشارات الطبيه، ايضا قدمنا بعض، رحنا على زيارات منزليه، قدمنا رعايه صحيه، تشخيص او استشاره للمرضى اللي غير قادرين على الوصول لنا. المركز بتكون او الفيكست كلينك بتكون من عيادتين، عياده فيها طبيب وانا وزميلتي الدكتوره ربا، تمام. فيها صيدليه مقدم فيها علاجات الامراض المزمنه، تمام، والعلاجات اليوميه اللي بيحتاجوها الناس بطبيعه الامراض البسيطه الحاليا موجوده. ايضا في ايام اللي ما بيكون العياده موجود فيها احيانا دوام، يعني الاثنين والاربعاء بيكون في عندنا تفرغ، يعني في محاضرات علميه، وايضا في عندنا بيكون اللي هي محاضرات توعيه للمجتمع، تمام، وللكادر الموجود معنا. دكتورة ربط انا شات معكم. هلا هي اجت الفكره من بعد انه يكون في افيلابيلتي واكسس اكثر للمرضى والمنتفعين، كونه كان في من قبل مشروع العياده المتنقله للاغاثه الاسلاميه، فكان للاسف في منتفعين ما يقدروا يوصلوا لها بسبب ظروفهم ومواصلات كذا. فالعياده هون موجوده بشكل دائم، عيادتنا بتداوم احد 3 خميس، بتقدم الرعايه الصحيه الاوليه بناء على الاعراض. ممكن اذا في مرضى احتاجوا لانه اكثر انه فحوصات او اي شيء ممكن نتناقش في الحاله نقدمها، ممكن ننصحهم حتى اذا في علاجات معينه مش موجوده عندنا ممكن ننصحهم بانه اذا بيقدروا يجيبوها. بيتم يوم الاثنين والاربعاء عندنا زي ما ذكر زميلي الدكتور يزيد انه في محاضرات علميه بنتناقش ممكن في حالات معينه، ممكن نقدم الحملات التوعويه عن الامراض، بالذات الامراض المزمنه او الامراض اللي بنحكي خلينا بتكون منتشره في المجتمع بحاجه بس لمجرد توعيه بسيطه عنها. عيادتنا هون افتتحناها في تاريخ 1/1/2023، الحمد لله وصلت لعدد كبير، وصلت صار لها المرضى بيجونا من اماكن مختلفه، بنشوف في اليوم افريج 60 مريض بالايام اللي بتكون موجوده فيها العياده. بنتمنى انها تقدم الشيء المطلوب وتكون ضمن الشيء اللي متاح بالنسبه للموارد الموجوده عندنا، في نفس الوقت انها تخدم اكبر شريحه من المجتمع هون، وبنتمنى انه المشروع تبعنا يتجدد ويستمر اكثر واكثر لنخدم اكبر عدد ممكن نقدر نوصل له. شكرا. الله يسلمك. وانا سوري انا كمان. ان شاء الله. وانت سوري؟ اه. وانا سوري. وانت سوري؟ اكيد. تعرف تعمل كده سوري؟ طبعا نشكركم اصلا ان انتم موجودين معنا اليوم، وانتم اصحاب الحقوق واحنا خدامين بالعكس. نو 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 انا بقول والاصل انتم، واخدين بالكم ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يرجعنا كلنا للشام والحلب والحماه ودير الزور والرقة وإيه تاني؟ حمص. حمص طبعا حمص. سعيدة سوريا. حمصنا. بسم الله ما شاء الله، ويفتح بيكم زي ما كنتم عملتوا لنا حضارة، عملتوا لنا تاريخ، عملتوا لنا ثقافة، عملتوا لنا حاجات كتير جدا في الماضي. ربنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يجعلكم ذخر لينا في الدنيا وفي الآخرة. قولوا آمين. زي ما قلت انا شخصيا بتكلم عن نفسي، خد بالك احنا بالنسبه لكم خدامين لكم، خد بالك، وانتم ان شاء الله ربنا بدعائكم وحبكم لينا ربنا يخلينا نكمل العمل مع بعض ان شاء الله. امين امين. اخونا ذو القرنين من باكستان، وهو مسؤول المكتب هنا مؤقتا علشان لسه مدعين مدير جديد ان شاء الله. اخونا محمد انت من عمان ولا من اربد؟
اربد وانت ما تعبان. وانت اسمك ايه؟ ابراهيم عبد العزيز. عبد العزيز وانت؟ محمد. عبد لكم معايا عم محمد عنده غير ايا ايا او ديار غطرح زرع الفول ايا ايا او ها العنفر فول بيحب الفول ايا ايا او راح في العشاء يجلس فرفور ايا ايا او هو وامه ياكلوا الفول ايا ايا او وبعد الفرفور ما اكل الفول ايا ايا او فلسع منه وصل عشر الفول ايا ايا او ترى لملم ايا ايا او ما بتغنوش ليه؟ وش يا ابني خش عند الصيدلانية النيايه الاغنيه دي اللي مؤلفها عشان كانوا اولادي بيغنوها بالانجليزي وقلت لهم انجليزي ايه؟ على انجليزي ايه؟ دخلت على انجليزي ايه؟ معانا جلش معانا معانا احمد سكسوش المره ده؟ حتى واحده المره ده؟ بسم الله ما شاء الله خش جوه بقى من قبل الصيدلانيه هنرجع نتكلم بالانجليزي بعد كده وهنغني الاغنيه بالانجليزي His Royal Highness has a fall Thank you صدراني صدراني اه بس تعالي يا شباب بيصور ايوه خش كده تعالي يا ايه السلام عليكم صيدلاني عمر جلال الحمد لله تفضل احكي لنا عمر جلال صيدلاني الصيدليه ليه؟ ادويه اللي عندنا تتعلق بالبرايم والهيلث كير تمام عندنا ادويه كرونيك الضغط السكري نقص شغال عندنا المالتي فيتامين اذا حدا عنده نقص عنده حاجه فيتامينات معينه تمام لا برضه عندنا ادويه التهابات سواء لكبار وصغار حرارات حراره ومسكنات لكبار وصغار الانفكشن بشكل عام التهابات جلديه تنفسيه اغلب الالتهابات نعالجها وبرضه عندنا ادويه المعده جاي ترايت عندنا ادويه الجهاز التنفسي ادويه التحسس والرشه بالعاده المريض يجينا ادويته كرونيك وهي جاي الدكاتره ما ادويته عياراته ادويته ياخذها بالضبط عشان ما نغير له عياراته نغير له ادويته عشان يضل مستفيد عليها اذا يشكي من مشكله معينه يعني شيء جديد عنده ماينر النس نعالجه كجاي ترايت وإذا بحاجة أدوية ثانية إحنا مستعدين نصرف اللي موجود عندنا ونطلعين المستقبل إنه يتحدث القائمة ونضيف أشياء جديدة عشان نغطي أمراض ثانية أخرى إن شاء الله. عايز تقول حاجة أنا كتبت على الزخانة أو على الصدرانياي شغال كويس ولا إيه رأيك؟ ما شاء الله أنا حاليا الأمور الحمد لله ضمن كنترول ضمن الكنترول نطلع اكثر ان شاء الله من الموستر ادويه مستتبه ان شاء الله وفي ادويه اكبر شريحه اكبر شريحه من الناس نساعدهم الادويه مش متوفره واحيانا تكون غير مناله اليد تكون غاليه نوعا ما فبنحاول نوفر ان شاء الله اللي بناسبهم الاشياء وافضل علاج بيستحقوه. طب توجهوا رساله لكندا اسمها ايه؟ استراليا يوكي استراليا واليوكي تفضلي انت تبداي الاول عشان تحمسيهم تمام رسالتنا الى استراليا والى يوكي شكرا كثير على تبرعاتكم وشكرا كثير على مساعدتنا انه نعمل هذا البروجكت ونشوفه على ارض الواقع تعبنا كثير قبل ما قدرنا نعمل هذا المشروع وهي اول اشهر له عم نشوف انجازات رائعه عند الفريق فريق متعاون وفخم والناس عم تطلع بفيدباك كثير حلوه والناس مرتاحين لوجود هاي العياده الثابته في منطقه المفرق نسبه الى الحاجه في هاي المنطقه فشكرا كثير للتبرع واحنا دائما نسعى للتبرع مستمر ان شاء الله لقدام لحتى نكبر هذا المشروع يصير اكبر وننطلق فيه الى التوسعه اكثر ان شاء الله الله يبارك فيك
رسالة عشان نخليهم يقبلنا فلوس تانية إن شاء الله. نطمح بأمر الله إنه المشروع يكبر، وإحنا أصلاً بعد الله بدون وجودهم ما كنا موجودين هون، فنتمنى إنه نقدم لهم قدمونا المساعدات أكثر لنوصل لأكبر شريحة من الإخوة المستفيدين بيستحقوا الرعاية، سواء منطقة المفق من العدد السكاني التوزع السكاني غالبيتهم سوريين، نعم، وأغلبهم في مناطق مساحة جغرافية كبيرة، أغلبهم في مناطق متفرقة، فإحنا وجدنا هذا المركز بعد الله عز وجل على أساس أنه نجمعهم ونكون لهم نقطة إن شاء الله نستمر لاحقا لأكبر نطاق إن شاء الله. روبا بتمنى انه نكون على قدر المسؤوليه اللي اعطونا اياها والثقه اللي منحونا اياها بانه ننطلق في هذا المشروع وتكون البدايه من عنا. نتمنى انه يتوسع اكثر واكثر، يصير بيضم عدد اطباء اكثر، يغطي شريحه اكبر من المجتمع. بقالكم شهر؟ بقالنا شهر. وشفتوا كم مريض؟ 450 مستفيد. 450 من المرضى. فنتمنى انه مشروعنا يكبر بدعمكم لنا، وانه نغطي فئه اكبر، ندعم الفئه الاكبر من المجتمع، ويكون استمراريه وانطلاق لمشاريع اكبر وبدايات جديده ان شاء الله. شكرا. Thank you very much, and thanks to Dr. Rahani. He came here. It's really a blessing for us, and also we are grateful to the partners who supported us to help the people in need.